متابعينا الكرام، ياتي شوطنا السادس عشر للاستعداد للانطلاق. اذا بسم الله وعلى بركه الله، هكذا نسير مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، متابعي قناة ياسر الرياضية، ننطلق مع هذا الشوط لنتابع وناخذ الصدارة الأولى والمركز الأول في هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. مشاهدينا الأعزاء، ياتي في الصدارة الأولى، ياتي في المركز الأول علي بن عبيد بن عيد المنصوري، يقدم مرضي في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوصول من الأسد لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري، بينما نقل إلى المركز الثالث الفيل لحمود بن محمد بن حمود اليحافي، وصل الفيل أيضا بشعار اليحافي، ياتي على المركز الثالث ضيف عزيز قادم من السلطنة ومن ميدان لزعب بوجه التحديد للمشاركة في هذا الشوط، بينما الدخول الرائع والجميل هنا من خلال هذه المنافسة لأجد النصر للدحبة بن حمد بالدليلة بالويع العامري، يقدم النصر أيضا أحد الأسماء القوية والعملاقة، ولكن الزاوية اليمنى أيضا تطلب منا دخول جميل من خلال المنافسة، وهنا مقلوع اشطيط بن حمد بن فارس الدرعي وصل مع مقلوع، بدأ أيضا ينطلق من خلال مقلوع الواصل، وهناك الوصول أيضا السهم لمبارك بن قطامي بن سعيد الخيالي، وصل في هذه اللحظات الوصول من الأسد محمد بن سالم بن متعب العفاري، وصل العفاري، يقدم الأسد، يقدم انطلاقه ولا أروع من خلال هذه المنافسة، ولكن شعار بن دحبة بدأ أيضا يتدخل، وشعار بن قرين وشعار بن رملي، شعارات قوية، والقادم أيضا من خلال هذه المنافسة أيضا مغري لمحمد بن سهيل بن يطبع العامري، وصول جميل، منافسة ولا أروع. لنعود إلى مقدمة الشوط، لنعود إلى المركز الأول، ياتي في هذه الصدارة الأسد مبارك بن علي بن مسلم المنصوري، يتواجد هنا ليقدم المنصوري الأسد في المركز الأول، الدخول من مقلوع اشطيط بن حمد بن فارس الشامسي، يقدم مقلوع ولكن الأسد محمد بن سالم بن متعب العفاري، وصل على ظهر الأسد ليبدأ بالمنافسة الحقيقية هنا، ويدخل في أجواء المثلث الذهبي ليكون أيضا منافسا في شوط الإنتاج والمنتجين. شوفوا اللي قادم، شوفوا اللي قادم من الزاوية الأخرى، وصل في هذه اللحظات الذيب خميس بن راشد، بن عبلان وصل، هذا يبغى له مراقبة، هذا يبغى له مراقبة قوية، ذيب أيضا سلالة شاهينية بالفعل، عريقة وغنية عن التعريب بالفعل، وصل بن عبلان يقدم الامتحان القوي هنا مشاهدين الأعزاء، يختطف أيضا المركز الثاني، عينه على مقدمة الشوط، وبن قرين قادم أيضا من خلال راهي عبد الله بن حمد بالقرين العامري، وهناك أيضا دخول من اللي هو المتحد حمد بن الرملي بن محمد العامري، هذه الاسماء شعار وصل ايضا غني عن التعريف، وقاد فهد بطالب بن محمد بن شريم المري، وصل في هذه اللحظات، بدا ايضا ياتي وقاد من المراكز الخلفيه، عينه على مقدمه الشوط، يخطف اضواء المركز الاول ليتواجد وقاد في المركز الاول بقياده محمد العبدون اليحافي، احد شبابنا المضمرين، خبره رائعه وجميله يرافق هذا الشعار مع وقاد فهد بطالب بن محمد بن شريم المري، ياتي على المركز الاول، ينطلق في الصداره الاولى، ما شاء الله، الاسد على المركز الثاني، الاسد على المركز الثاني، ياتي في هذه اللحظات مبارك بن علي بن مسلم المنصوري، والوصول من الاسد الاخر محمد بن سالم بن متعب العفاري، هذه هي النتيجه، هذه هي النتيجه، يلا يا بن عبدون 400 متر اخيره، جوله الاوامر النهائيه، اشكرك يا ابو قسيم، اشكرك على هذا الاداء الكبير، ولكن شوفوا من القادم المنطلق في هذه اللحظات، المختبر طرشوم بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري، وصل، وصل بن مرحومه، وصل عاشق هذا الاسم، اسم المختبر، الزاويه الاخرى يتواصل ايضا هنا مشاهدي الاعزاء، منذر حمد عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، ولكن بن شريم، بن شريم مع وقاد، وقاد على الصداره، وقاد على المركز الاول، وقاد اللي فات بن طالب بن محمد بن شريم المري، تهانينا والناموس ومشكور يا محمد يا بن عبدون، المركز الثاني المختبر ترشوم بن حمد بن محمد ايضا بن مرحوم العامري، المركز الثالث وصل فيه مشاهدين الاعزاء، المركز الثالث المركز الثالث وصل مروح ناصر بن محمد بن مبارك بن قران المنصوري، المركز الرابع
دخول من شعار بن فارس مندر حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس درعي المركز السادس الخامس. حمل الرقم 18 متعب مطر بن حمد بن عصيان المنصوري. هذا هو التوقيت الزمني 4:36 جزءا واحدا من الثانيه. وقاد لفهد بن طالب بن محمد بن شريم المري تهانينا، والناموس ايضا لمتعب بن طالب بن شريم، وتهانينا ايضا لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم على هذا الاداء. ومشكور يا محمد يا بن عبدون يا اليحافي. 4:36 ست اجزاء من الثانيه. هو المختبر ايضا سر كبير مع هذا الاسم طرشوم بن حمد بن محمد بن مرحوم العامري، ايضا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما اللي احتل المركز الثالث وصل لناصر بن مبارك بن قران المنصوري مع مروح ب4:37 و3 اجزاء من الثانيه. تهانينا وان